يجب أن تكون خفة وكذلك ثقة، ثقة في النفس عند المسك وعدم الضغط على الملكة، استعمال هذه الأصابع. السلام عليكم متابعي القناة، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شوفوا أصدقائي المشاهدين، ما شاء الله هذه الملكة، الله يبارك، ملكة ما شاء الله. اليوم سأريكم طريقة مسك ملكة النحل بسهولة، طريقة يعني بسيطة وسهلة وتكون خفة فقط. إذن هاي الملكة، الملكة اللي هي يجب أن تكون خفة وكذلك ثقة، ثقة في النفس عند المسك وعدم الضغط على الملكة، استعمال هذه الأصابع بهذا الشكل. ثم سنرى، أولا يعني تضغط فوق ظهرها قليلا يعني بهدوء، ثم تمسك بهذا الشكل بهذه الطريقة. هاي الملكة، هاي طريقة مسك الملكة دون استعمال أنبوب. أسنط مدز دقيقة، أيوا خلاص سكر شو. تضع أصبعك هكذا على القفص، خليني نسكر هذه، بعد ذلك تغلق. قبل الغلق يجب أن تلاحظ جيدا، ممكن يكون الأرجل ملتصقين أو الرأس تاعها فتصيبها. الآن هاي الملكة بالداخل، سنضع معها بعض الشغالات، نفس الطريقة حتى في مسك النحل. في القفص وضعنا قليل من الكاندي والعجينة البروتينية، عند تصفير الملكات ونقل الملكات من خلايا من منطقة إلى منطقة، نضع قليل من الكاندي والملكة، ثم نضع النحل. طريقة مسك النحلة تمسكها هكذا، عندما تريد أن تنسعك تجد هنا فراغ بين الأصبع. إذا هذه الطريقة، يعني بعدما أردنا أن نضع الملكة هنا في القفص وضعناها بصفة عادية وبشكل عادي، ولكن طارت حينما كنا نضع الشغالات والعاملات في القفص معها، طارت الملكة، خرجت لمدة تفوق 10 دقائق ثم عادت. الطريقة التي رجعت بها، قمنا بنفض إطار نحل هنا يعني على بعد 4 أمتار، ثم انتظرنا مدة من الزمن حوالي 5 دقائق أو 10 دقائق، رجعت للخالية. الآن سنكمل العمل. هاي هنا الملكة، هاي الطريقة، هاي الطريقة النحل، هاو كيفاش تمسك النحل. تشوف النحلة، تضع يعني أصابعك خلف النحلة، سنرى هكذا، وتمسكها بهذه الشكل. هاي النحلة تمسكها يعني من الأطراف، ويبقى الفراغ هنا، لا تستطيع أن تلسعك هكذا. ثم نضعه، وضعنا القليل من الكاندي، هاي الكاندي هنا. الآن هاي الملكة، هاي نجحت العملية، كادت أن تفشل هذه المرة، كادت أن تفشل، لكن الحمد لله رجعت الملكة. إلى اللقاء، ولا تنسوا الاشتراك معنا.